المقطع كنت حاطه خمار، لكن خمار لا مكنتش محجبه، كنت حاطه فولار با نشفى بلي ثقتي لالهم. أيوة. قهوه القصو كان عندك اشكال، لان في قهوه القصو وقهوه وخالتي لالهم ما كنتش متحجبه. بعدها جونا القصو درت الحجاب، صراو انتقادات الناس كاين اللي قالوا نحاتو عاود داتو الصباح بالحجاب لا حجاب وفي الليل بالحجاب. صرا هذاك الوقت مشكل كبير، انه احنا كي تورنينا خالتي لالهم وقهوه القصو، انا اصلا كي كنت في التياتر ديما ما كانش خمار، سان فولار دي نديرها عفسة برك، ماشي خمار نديرها خمار شرعي شرعي، ما خمار عادي تما مش نديرته، كنا فولار وساعات نحيها البحر راك تعرفي ماشي متحجبه ماشي متحجبه. الوقت هذاك احنا تورينا خالتي لالهم، وخالتي لالهم واش صرا؟ صرا انها تورنينا وقعدت عامين باش داروا البث، فهمتيني؟ قعدت عامين ما تبدلتش. هذاك الوقت درتي الحجاب؟ درت حجاب، والعام هذاك في نفس رمضان كانت تفوت جورنال القسطو على 8 ورا الفطور بالحجاب، وراها خالتي لالهم بلا حجاب. الناس هنا اللي صارت المشكله وقصوا وطافي لي باج بلا ما نحكي لك، وصارت كبيره. ومن بعد انا وضحت في واحد البرنامج، قلت لهم باللي هذاك برنامج قديم لحد الان، الحمد لله من نهار هذاك لحد الان الناس كل تشوف فيها خماري الحمد لله. هذه المشكل اللي صار الوقت هذاك. بعدها تم عرض عليك عمل سلطان العاشر لندن. عشر العاشر. بعد ذيك على الحجاب. حتى هو فيه سوء تفاهم. اوكي هنا نشفى باللي في عشر العاشر كنت متحجبه. وتم عرض العمل ومن المفروض طلبوا منك انك تنحي الحجاب، وانت رفضت تنحي الحجاب. ماشي هكا. هذه المعلومه اللي عندي. اي باش نوضحوا هذه ثاني، قلت لك ساعات حتى كاين ناس قالوا باللي سلطان العاشر ماشي عاشر العاشر ماشي نفس العمل. لا. ما تمش طلب عمل منها في عشر العاشر. هذه قلت لك سلطان العاشر. شوف كيف صارت الحكايه، اديها من فمي سما اوفيسيال، ما فيها حتى نفاق وما فيها حتى كذب. وما نخاف حتى من واحد، تسمى هذه شهادة حق راح نقولها. أكيد. جعفر قاسم بالك ما يعلمش أصلا بالحكاية. كاين اللي اتصل بيا، على أفس كان خدمت معاه، خدمنا بالصحة والراحة دو سيزون. أنا تجربتي معاه ما تتعاودش ونحترمه، ممكن له كل خدمت معاه خدمة. عيطوا لي على جال الرول تاع مرت نوري في الكوزينة اللي دارته التونسية. قبلت. ومن بعد هضروا لي على الخمار، قالوا لي مفيده تقدري نديروا الكامبوني ولا فو موديفي، قلت لهم انا ما نقدرش نبين هادو تما ديري امبوني فولار ما تقدريش. قالوا لي كي سير، قلت لهم قالوا لي مالا خلاص دوك نشوفوا مع السيتيليست اللي خيطوا ولا لا ونعاودوا نديروا لك حل. من بعد من تما كان لا حل ما عيطوا، انا بقيت نستنى على اساس كاين راني في حتى نلقاها في النص يتورني ولا. ومن بعد تم كاينه واحده جورناليست ما لاباش الوقت هذاك شكون هبطت جعفر قاسم يرفض مفيده على جال الحجاب، ثم كبروها وضخموها الحكايه وهي ما صراتش. حتى كي تلاقيت انا وياه هو بعد لامني به بصويلح، قالوا لي شفتي بلاستك معانا وانت رفضتي وقلتي مرتبطه، هما وصلوا لهم هضره وانا وصلتني هضره، وربي يسامحوا هذا الانسان اللي دار هذه الحوايج، فهمتيني؟ علاه لازم تسمعي من فم الانسان خير. يعني كاين حتى اللي قالوا ماشي 10 على 10 اعمال اخرى. لا لا ده هو وطرحوا اسماء اخرى للعمل. هذا هو العمل، هذه هي الحكايه كما راها، ما فيها يعني الحجاب ماشي عائق، هذا اللي حابه نوصل. بالنسبه لي انا لا لا هو في العموم باعتبار انك متواجده، انا ما قال لي حتى عائق، لانه الفن هذا موهبه.